انت نشرت عملية محادثة بينك وبين الشهيد هشام الهاشمي الله يرحمك، وهو يطلعك على معلومات مثل ما يشوفون المشاهدين الكرام، معلومات واضحة جدا بهذا الفيديو اللي تشوفوه، يعني مكتوبة اسماء حزب الله اللبناني، مكتوبة حزب الدعوة، طبعا على ذمة الله يرحمه الشهيد هشام الهاشمي، وعلى ذمة السيد أحمد الياسري مثل ما هو مكتوب وواضح، مكتوبة أسماء الأحزاب، مكتوبة حزب الله، مكتوبة أسماء كثيرة حقيقة، واضح إلى آخر رسالة إلى أن تمت عملية الاغتيال، والله يرحم العراق كله خسر حقيقة، مو بس إحنا خسرنا. فالسيد سيد أحمد تقدر تحكي لنا توضح لنا إيش معنى هسه نشرته، لأنه مراسلون بلا حدود نشروا هذه التفاصيل، أنت نشرت هذا الدليل وهذه الوثيقة، وهل قدمتها الأحاد، قدمتها القضاء، قدمتها المحاكم الدولية، قدمتها المنظمات معينة؟ تفضل. تحية لحضرتك أستاذ أحمد، تحية لضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم، حياكم الله، والرحمة والخلود. ونحن نودع هذا العام، يعني ساعات وندخل في عام 2021، ندخل بلا هشام الهاشمي، وهو سيكون عاما مؤلما حقيقة، لأن هشام هو خلق يعني حالة من الوعي التحليلي بالصحافة العراقية. هشام لم يكن صحفيا، هو رجل إحصاء ولكنه باحث، ودخل الصحافة وهو يعني مارس الصحافة بعين الباحث، مثل ما أحمد الياسري دخل الصحافة بعين الناقد الأدبي وطور نفسه أيضا. فأنا كنت أشوف حقيقة يعني علاقتي بهشام، إحنا علاقة، أنا هشام مرآتي وأنا مرآته، هو متأثر بي وأنا متأثر بأفكار، متأثر برؤية النقدية، بقراءات اللي أطرحها، وأنا متأثر بقدرته على إنتاج المعلومات الغزيرة الدقيقة جدا ورسم صورة لهذه المعلومات في مخيلة المتلقي، وهذا أسلوب حقيقة لا يتميز به بالإعلام العراقي كله غير هشام الهاشمي. وتجد أنه أنا أجد جمهور هشام متفاعل معي بتويتر بالفيسبوك، حتى أني كتبت قبل أن أنشر هذا الفيديو قلت لهم إذا مات أحمد الياسري فاقرأوا الفاتحة على هشام الهاشمي. يعني هشام عدل، إحنا موجودين. اللي أريد أقوله بخصوص هذا الموضوع، الأسماء، بس توضيح أستاذ أحمد، الأسماء التي ذكرت بالمسجات بيني وبين هشام، أي هو كانت سؤال أنا سألته متعلق بفيديو قديم نشره، الفيديو اتهموا به هشام أنه هو كان يعمل مع داعش، فهمت؟ وكان في جروب في مدينة سيدني، يعني الجالية العراقية، وأنا كنت بالجروب، ونشروه دول الأخوة اللي هم جمهور الأحزاب الإسلامية، وقالوا هذا داعش وهذا ما أعرف شنو. فأنا استغربت، يعني قلت لهم يا هشام صديقي وأنا عندي علاقة به قديمة وكذا، يعني رجل هو حارب داعش، القاعدة قتلت نصف عائلته، يعني هشام الهاشمي من ضحايا القاعدة والتنظيمات الإرهابية، كيف يكون مع داعش؟ خدم الدولة، قدم تقارير، وأنا مطلع، حتى أني يعني تابعت إصدار كتابه وكنت أعطيت ملاحظاتي النقدية على كتاب هشام داعش من الداخل، أرسل الكتاب قبل الطبع وإلى آخره. طيب، فاتصلت بهشام، يعني بس حتى هاي الجزئية تفضل حتى يفهم الناس أستاذ أحمد لو سمحت، تفضل، هذا إعلام خطر يعني، تفضل. فاتصلت به وأرسلت له رسالة، قلت له هشام شنو الموضوع، الجماعة ماشيين هذا الفيديو؟ فهو قال لي انه هذا الفيديو، المحتوى الفيديو، يعني انه هو يشتغل ويا داعش وكذا، هاي نشرتها داعش سنه 2015 بالموقع مال اعماق، زين. قال وهذه السنه مجموعه محسوبه على حزب الله لبنان اعادت نشره، وهكذا قال بالرساله دي، يعني موجوده لا يقرؤها المشاهدين، زين. وتدخل بعض مجموعه من نوار حزب الدعوه، فهو لم يتهم حزب الله العراقي، حزب الله لبنان عفوا، ولم يتهم حزب الدعوة، ولكن قال تدخلوا لحل هذه المشكلة مع كتائب حزب الله، وذكر كتائب حزب الله، فهمت؟ وقال أيضا بالرسالة حسب ما أرسل لي الأستاذ هشام الله يرحمه، وقال لي هؤلاء سيقتلونني، ونص الكتاب دولة ما يخافون الله صكاكي. فأرسلت له رسالة، مجموعة رسائل بيناتنا، أنا بعض رسائل بصوت هشام ما نشرتها بتويتر، زين، لأن بيها أسماء وبيها ناس إحنا هم نخاف عليهم، يعني للأمن يعني. بس نشرت الرسالة اللي بصوتي، وهو إنه دعوته قلت له هشام روح لأربيل
لا تبقي. قلت له دولة جماعة إيران، أنا عايش في إيران وأعرفهم، عرفت؟ فإذا عمهم هددتك وقطاع حزب الله دولة راح ينفذون، يعني أنا كنت متوقع اغتيالهم حقيقة يعني.